السلام عليكم. اليوم نروحوا للولاية تاع سكيكدة لنقف على مشروع يعني المستجدات نتاع المشروع نتاع أكبر منتجع سياحي في الجزائر، واحد من أكبر يعني المنتجعات السياحية في شمال إفريقيا، واللي عرف يعني هذا المشروع الجزائري السعودي عرف تأخر كبير، حيث أنه بداية الأشغال تعود إلى أكثر من 12 سنة. اليوم نكتشف أنه المشروع هذا وصل إلى نهاية نتاعو يعني الأشغال، وأن فيه يعني حسب تصريحات المسؤولين آمال في فتحه للزوار ابتداء من هذه السنة. إذن أتركوا كنتوا تكتشفون هذا المشروع الرائع بدون إطالة، والسلام عليكم. المنتجع الذي يصنف على أنه أكبر مشروع سياحي من نوعه في الجزائر يقع بالواجهة البحرية بالمهيد بولاية سكيكدة، ويتربع على مساحة تتجاوز 13 هكتارا أنجز بتمويل جزائري سعودي. هو أحد ثمار الشراكة الجزائرية السعودية للاستثمار. المشروع أقيم على أرض مساحتها 13 هكتار، وتم يعني بناء أو المساحة المبنية تقدر بحوالي 100,000 متر مربع. خصص للمشروع غلاف مالي يقدر بعشرة مليار دينار جزائري. سيساعد هذا المشروع في توفير طاقة استقبال جديدة تقدر ب 1200 سرير. يوفر المنتجع هياكل استقبال متنوعة بين غرف وشقق وفلل فندقية فاخرة تضم مسابح خاصة وجماعية تتجاوز 23 مسبحا. كونا من 9 أجزاء، 5 أجزاء مخصصة للإيواء، فندق يتسع ل 114 غرفة، 16 فيلا ولا شقة دوبلكس فيهم مسابح فردية، 10 فيلات كل فيلا يعني فيها المسبح نتاعها. القرية السياحية تضم خدمات متكاملة للاستجمام والترفيه تتنوع بين مدينة ألعاب مائية، مركز تجاري، ملاعب ومرافق رياضية، ومسرح للهواء الطلق. أكوا بارك يتسع ل 1400 زائر، وتكون من 32 ديبار. هذا المجمع سيدخل حيز الخدمة إن شاء الله تدريجيا خلال الموسم الاصطيافي الحالي 2023، وحسب ما أرضناه له من مستوى بالتأكيد سيعطي دفعا آخر للسياحة في سكيكدة وفي الجزائر ككل. تمثل هذه القرية السياحية تجربة أولى من هذا الصنف بالجزائر، ومثالا مميزا للاستثمار السياحي الذي يعتبر أكثر القطاعات استقطابا لرؤوس الأموال.